كل يوم بلاقي ناس بتتكلم على قلة الوعي بتاع قطاع كبير من الشعب، وقلة الثقافة، وإن إزاي الناس دي هي اللي هتموتنا وهي اللي هتأثر بشكل كبير على الأزمة وهتزودها وهتوصلنا لمرحلة اللارجوع. أنا عايز بس الناس تفكر وتحط نفسها مكان الناس دي. الناس دي أنا شايف إن هما ضحية، وهم ناتج تراكم سنين طويلة جدا من التجهيل وقلة الوعي وقلة الثقافة. الناس دي دفعت الثمن قبل كده وبتدفع الثمن النهاردة وهتدفع الثمن في أي لحظة هيحصل فيها مشكلة. أنا بس عايز حد بدل ما يفضل يتكلم، حد يطلع يقول يا جماعة الناس اللي بتشتغل باليوم اللي عندها اللي قوت يومها بيجي بإن هي لازم تنزل شغل باليوم، هياكل منين وهيأكل عياله منين وهيصرف على بيته منين، قبل ما تلومه قبل ما تعاتب عليه. أنا مش معاه، أنا مش مع اللي بيعمله، بس ما ينفعش تحاسبه وانت مش مديله بديل وانت بتقوله انت كده هتموت وبرضه كده هتموت. هو كده كده anyway هو هيموت بأي شكل من الأشكال مع اختلاف الطريقة، بس انت ممكن تموته نفسيا مش فبدل ما نفضل نشوه في صورة بعض ونفضل نقول ان احنا مش واعيين ومش مثقفين ومش فاهمين، رغم ان في ناس كتيرة جدا وقطاع كبير جدا من الناس اللي بتلوم وبتقول الكلام ده هي نفسها جزء من الحالة، جزء من الحالة. فمش عايز حد يفضل يقول في حاجة هو ما بيعملهاش. يمكن على الأقل الناس اللي بتقول دي انت مالكش حجة، انت عارف وبتقول ان انا متعلم ومثقف وعارف ايه الكونسيكونسز اللي ممكن تحصل بناء على حاجة زي كده، ان انا بنزل او ان انا بختلط بالناس او طب هو ما عندوش، ما يعرفش، ماشي، عارف دلوقتي، عارف دلوقتي، بس عارف المعرفة حاجة، وانه استوعب التأثير ومدى الخطورة حاجة تانية. وهرجع اقول تاني، مادام مش هنوفر لهم بديل محدش يحاسب الناس دي ومحدش يجي عليها ومحدش يفضل يشوه في صورتها، ده رقم واحد. رقم اتنين، الناس اللي عمالة تتكلم على 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 مصر وعلى طريقة تعامل مصر مع الأزمة، انا شايف ان الناس اتعاملت بشكل على قد حالتنا. احنا كبلد ما عندناش اقتصاد قوي يشيلنا، فما تنتظرش ابدا ان هيقول لك كات وخلاص مفيش شغل ووقف الحركه والحياه في الدوله تماما. مش هيحصل، لان ساعتها الدوله دي هتقع ومش هتقوم تاني اقتصاديا على الاقل، خلاص. فمن من من المنظور الاقتصادي الوضع صعب جدا ان هو يتطبق. وبرضه عشان نكون منصفين وما نجيش على بلدنا بالشكل ده، الكلام ده ما بيحصلش في مصر بس، الكلام ده موجود في كل دول العالم، دول عظمى. وروحوا بص على انجلترا وعلى المانيا وعلى امريكا وشوفوا. كفاية تشويه في صورة البلد. اختلافنا مع 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 نظام او طريقة الادارة في الوقت العادي شيء، وان احنا نكون السكينة اللي بنذبح بيها نفسنا ده شيء تاني، ماشي. عشان بس ما اطلعش الموضوع، انا مش عايز اخش في القصة دي دلوقتي، بس كل اللي انا عايز اقوله ان الناس الغلابة دي ما ينفعش ان احنا نفضل نشوه فيها ونفضل نقطع فيها بالشكل ده. والناس اللي بتتكلم يا ريت تبطل تتكلم وتبدأ بنفسها. ابدأ بنفسك وبعد كده ابتدي قول الشعب مش واعي والشعب جاهل، لان انت جزء من المشكلة. ده جزء. الجزء التاني، الحل الجزئي فيه مش هينفع، الحل الجزئي للمشكلة مش هينفع، بس زي ما قلت توابع الحل الكامل احنا مش هنقدر نحتملها كدولة، مش هنقدر نحتملها. وزي ما قلت مش احنا بس، لا ده في ناس كتير قوي مش هتقدر تحملها. اللي انا بقى عايز اتكلم فيه من الحتة الطبية، يا جماعة الازمة دي لو زادت وعليت
لدرجة يعني خدنا البيك بتاعها، مش هتتلم، مش هتتلم. ما عندناش كوادر كافية، ما عندناش أماكن كافية لاستيعاب الناس دي، ما عندناش اقتصاد يقدر يصرف على الناس اللي هتكون ربنا يستر يا رب بمئات الآلاف، وده أنا مش مستبعده بالمناظر اللي الواحد بيشوفها. بس أنا الناس هتروح أشغلها إزاي؟ الناس اللي بتاكل العيش يوم بيومه هتعمل إيه؟ الحل في الحل البديل، لازم يكون في حل بديل، لازم يكون في حل بديل، ولازم يكون في دراسة تتعمل إن هل لو الناس كلها قعدت هل ده اقتصاديا هيبقى تأثيره أكبر من إن الأزمة لو وصلت لمنحنى عالي جدا مش هينفع، في نقطة رجوع، هل ده أفضل ولا ده أفضل؟ ده لازم يدرس، وطبعا مسؤول عنه الدولة بشكل كامل. احنا كناس كشعب برضو المفروض يكون لينا دور مع بعض، فبدل ما انت تقعد تلوم في واحد وتقعد تقول له انت جاهل وانت مش مثقف وانت مش واعي، انت خلي ليك دور. انا شفت النهارده فيديو جميل جدا، شاب محترم واقف في القطر عمال يتكلم مع الناس وبيقول لهم شكرا. هو ده اللي احنا عايزينه، حد يطلع يتكلم مع الناس. اللي مش فاهمين او اللي مش واعيين دول ما نبقاش انت والزمن عليهم، يعني عرفهم. فلو هو هيقدر هيعمل، صدقني هو مش عايز ينزل الشغل الصبح، مش عايز يقوم من النوم الصبح ينزل الشغل، هو نفسه حد يديله اجازه، بس مش هينفع، مش هيعرف يعيش. فالرحمه بالناس دي، الرحمه بيهم، والرحمه بصوره بلدنا اللي احنا قتلناها وبنقتلها. مش ما عنديش كلام تاني بصراحة يعني، بس الحتة دي مضايقاني قوي، وكان لازم اتكلم فيها. وربنا يعدي الأزمة دي على خير، وترجع الأمور تستقر تاني، وترجع كل حاجة لمكانها.